المتميز كورال فرحه السلام اللي رافقنا طيله شهر كامل شهر رمضان المعظم. تبارك الله كل نهار حد حذانا بالجديد، ثم خدمه نستخدم تخدم خدمه كبيره. بارك الله فيك سي نصر بالابيض، سي رضا العياري، الفريق المتميز، برافو. هكا تستمر الفرق الانشاديه في القروان عبر هذه التربيات الموسيقيه، عبر اطفالنا، عبر برا عمنا اللي هما ما جاوش الكل اليوم لمحاله. نوجه التحيه ليهم وللاولياء وللساده المربين وللمدرسه، المدرسه كامله، المدرسه المزيانه اللي في وسط البلاد، مدرسه الرحبه، مدرستنا اللي نحبوها برشا، وتحيه لكل مربيها، وتحيه للاولياء، وتحيه للمحيط اللي حولها زاده اللي ينجموا يقدموا لها الكثير في احترامها وفي المحافظه على الهدوء من باش يقدروا يقراوا وليداتنا. نحب في ختام لقاءات شهر رمضان نحب كل واحد يتفضل من الصغيرات اسمه لقب نتاعو ويعرف بنفسه واحد واحد ثم يعرف. تفضل نقرب شويه الميكرو. شو اسمك انت؟ زينب الجواد. فين قسم؟ سادسة. على شكون تسلم؟ تسلم على امي وصحابي بكل. تحية كبيرة ليك. بعدك تفضل. اي فيسا. عبد الولد بن رمضان، سنة خامس. على شكون تسلم؟ نسلم على بابا وامي وعلى صحابي. برافو، هاي تفضل. هاي. سحرت وي سادسة بين، نسلم على معلميني وعلى امي وعلى بابا. برافو، صحيت. هاي. يوسف البمري، نسلم على امي وبابا وصحابي ومعلميني. صحيح. ابرار زنازن، سنه سادسه، نسلم على عائلتي وصحابي ونقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك. يعطيك الصحه، ان شاء الله عيدك مبروك، صحيتي تحفون. هاي ولدي. زكريا زنازن، سنه خامسه، نسلم على عائلتي ومعلميني وصحابي. صحيح صحيح. هاي. يجيني ولد الناصر. اي ايوه. اي وسلم على ابوك ووالديك. اي شو اسمك انت؟ اي بالابي. على شكون تسلم؟ على شكون؟ على بابا وما. صحيت صحيت. اي يجيني بنتي. اي فيسع فيسع، اجا منا دور منا. هيا قدم اسم روحك والتحيه. تسليم شمسه. أي. والتحيه لعائلتي وصحابي وصحابي ومعلميني. صحيتي صحيتي. اي تفضل. عاد انت النجمه نتاع. فرح مستيري. اي سلم على امي وبابا وصحابي. أي. وكل ما عيدكم مبروك. ان شاء الله عيدكم مبروك مستمعينا الكرام. تفضل تفضل تفضل. تفضل محمد امين. اي تفضل. اسمي محمد امين بلابي، نقرا في الليسي الحصري. اي قدم تحيه لامي وابويا واخواتي. اي والليسي والمديني. وتقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك. صحيت صحيت. واذا ان شاء الله عيدكم مبروك مستمعينا الكرام. هكذا نبلغ مشارف نهايه هذه الاسبوع، اسبوعه الطفوله مع اطفال الحياه على اذاعتكم اذاعه الحياه. الى اللقاء، نلتقي في فقره الاطفال الاحد القادم. ولكن مستمعينا الكرام نذكر اللي مازلنا مش انا باش نرجع لكم.